مساء الخير. مستمرين في السيرة النبوية وبنتكلم عن أهم الأحداث والمواقف ومدلولاتها، مش مجرد سرد قصصي. إحنا فعلا بنحب الرسول بالفطرة، لكن مش مدركين بنحبه ليه. تعودنا نحبه، لكن الحب اللي من غير معرفة بيبقى حب ملهوش أساسات متينة. وغير إننا مش مطالبين نحبه بس، إحنا مطالبين نتبع ونقلد، ومطالبين نفهم مين هو نبينا وإيه هو منهجه، فتبقى معرفة وفهم يوجدوا اتباع وحب حقيقي بينعكس على حياتنا وعلى سلوكياتنا. حصل موقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام عاتبه فيه ربنا. الموقف ده لو وقفنا عنده وحللنا تفاصيله هندرك حقيقة رسالة سيدنا محمد، وهنفهم هو ربنا طالب مننا ايه من كل الدين ده، وليه الرسول اختصر كل رسالته انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويعني ايه ان تكون معجزة الرسول في صناعة حضارة بالأخلاق. وفي رواية عن الرسول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. الموقف هو ان الرسول عبس في وش حد، يعني قشر، بان على ملامحه الضيق او الغضب، فكان موقف نزلت فيه سوره كامله في القران باسم السبب اللي ربنا عاتب فيه الرسول، سوره عبسه. سوره الحكمه منها ادراك معنى مهم جدا، هو انك مهما كان عمرك، مهما كانت مكانتك، مهما كان علمك، فنفسك طول الوقت محتاجه مراقبه ومتابعه وتربيه وتهذيب. ربنا نزل لنا سوره كامله مش بتتكلم عن سلوك سيء، ولا عن كلام في سوء، ولا عن نيه مش طيبه. سورة بتتكلم عن انطباعات على ملامح الوش، عبس وتولى. العبوس هو درجة من درجات التعبير عن الغضب اللي ظاهر بس في الملامح، ما تطورش لسلوك. فربنا نزل سورة نهى عن ده لو في غير محله، لو اللي قدامك ما يستحقش الغضب والعبوس فسيطر حتى على ملامحك. اللي حصل ان الرسول كان في اجتماع مهم مع سادة قريش، ولو دخلوا الاسلام فقريش كلها هتسلم. فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام صحابي وكان أعمى، وفضل يكلم الرسول وعايزه يكلمه عن الدين وينصحه، وأصر ومستمر في الكلام. فالرسول منهمك في حديثه مع سادة قريش ومشغول، فبان الضيق على وجه الرسول. هو الرسول ما قالش حاجة، والصحابي أعمى ما شافش الضيق على ملامح الرسول، ومع ذلك نزلت سورة بيعاتب فيها ربنا الرسول بالموقف ده. كم لطف ورقي وأداب ومراعاة مشاعر، كم تفاصيل ما يخطرش في بالنا إن ربنا مهتم بيها وبينا قوي كده، لدرجة تنزل سورة وآيات توضح معاني مهمة تربية وتهذيب للبشرية. ربنا قال له: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ربنا في عتابه بيقول للرسول عن الصحابي: مش ممكن كان كلامك له كان هيكون فيه تزكية ونفع. بس الدروس من الموقف مش مجرد عتاب على سلوك وبس، ومراعاة للإنسانية والبشر ومشاعرهم، دي أبعاده فيها فكرة مهمة بتأسس معنى مهم قوي في العقيدة. هو الرسول عليه الصلاة والسلام انشغل عن الصحابي ليه؟ لأنه كان منهمك بدعوة سادة قريش، مش مشغول بحاجة لنفسه، يعني علشان دعوة وهدف أكبر موصول بالله. لكن ربنا قال للرسول عتاب محتاجين نفهم الحكمة منه، قال له: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني قريش اللي مستغنيين تديهم وقتك واهتمامك وتجاهد معاهم، واللي جالك بيسعى بصدق ومؤمن بالله تكون ملهي عنه. بتفكيرنا إحنا البشري هنقول: ما مصلحة الدين في انشغال الرسول مع سادة قريش عن انشغاله مع الرجل الغلبان اللي هو مسلم أصلا، فإيه المقصود بالعتاب؟ المقصود ان ربنا بيوجه لنا رسالة مهمة، ان ما ينفعش الاهداف حتى لو خير وطيبة تنسيك الاولويات. وهنا الاولوية للمؤمن الصادق اللي جاي وعايز علم. سادة قريش ربنا قال للرسول: وما عليك الا يزكى، هدايتهم مش بتاعتك، انت بتوصل رسالتك وبس، فما تنشغلش بالنتائج وان هدفك انهم يسلموا، وتسيب الاولوية وهو المؤمن الصادق اللي عايز يسأل ويتعلم. وده مبدأ في كل حياتنا، نعرف نرتب أولويات إزاي ومرجعيتنا إيه في ترتيبها. فكل واحد عليه دور يركز ويعرف مهامه إيه بتفاصيلها، وما يأثرش فيها بحجة إن في هدف مشغول بيه ونتيجة بعينها عايز يحققها، ويبقى مش هو ده اللي ربنا عايزه مننا في النهاية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل ما يشوف الصحابي يقول له: مرحبا في من عاتبني فيه ربي. واستعملوا الرسول على المدينة 5 مرات، يعني لما كان الرسول بيطلع غزوات كان بيعينه حاكم للمدينة في غيابه. موقف واحد لكن فيه خلاصة إن رسالة ومنهج الله ورسوله هو إعمار الأرض بقوانين الله، وقوانين الله دي على رأسها حاجتين مهمين جدا: ترتيب الأولويات تحت مركزية الله، وده عايز علم ومعرفة وعايز محاسبة للنفس ومراقبتها ومراجعتها، أنت مرتب أولوياتك صح ولا لأ؟ والحاجة التانية
السعي في تنفيذ الأولويات باتباع منتهى الرحمة بالعباد في أدق التفاصيل في الأفعال والأقوال والنوايا وحتى في الملامح. رسالة عظيمة من موقف واحد، ومن أجمل المدلولات في الموقف ده أن يبقى عندك يقين أنك مسنود من رب لطيف ورحيم حاسس بيك قوي وهيدافع عنك. رجل بسيط كفيف، لكن ربنا عاتب فيه الرسول ونزل فيه سورة عظيمة بيقين وتمام الثقة إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هنتكلم بالتفصيل عن كل المعاني دي مع ضيفتنا أستاذ دكتور راوية خليل الوعظة بوزارة الأوقاف بعد الفاصل.